البرلمان المصري يقر بصفة نهائية قانون الجمعيات الأهلية بموافقة الثلثين. والحكومة المصرية أمام النواب: الهيئة الوطنية للإعلام تحل محل الإذاعة والتلفزيون، وسيتم إغلاق قنوات ودمج قنوات أخرى. وقانون جديد للمرور على مائدة الحوار المجتمعي. وزارة الداخلية تحذر المواطنين من شركات وهمية خارجية تجري استطلاعات رأي عن الاقتصاد. ووزارة القوى العاملة تحذر من إعلانات وهمية للتوظيف في قطر. ووزارة التموين تبدأ يوم الخميس في حذف أسماء غير المستحقين من بطاقات الدعم لمدة 3 أشهر.